تربية المائيات في الجزائر الحمد لله بين 2023 و 2024 تم مضاعفة الإنتاج، يعني فتنا من 3500 طن إلى 7000 طن، ففي ونحن نطمح إلى 15000 طن في سنة 2024 طبعا نظرا للإمكانيات اللي تم تسخيرها من طرف يعني كل الفاعلين من طرف وزارة الصيد البحري وكذلك بتدعيما من الدولة الجزائرية لدفع بهذا النشاط.